إقبال كبير على سوق الأغنام بمدينة الدار البيضاء هذا الصباح. كاميرا الأيام 24 قامت بجولة في سوق سيدي مومن لتنقل لكم عن كثب أجواء وأثمنة الأضاحي هذه السنة. شوية النوبة طالع نوبة هابطنا، ما السوق ما مفهوم والو. جينا فات الصباح لقينا شوية طالع، شي شويه دابا هبط، شي شويه طلع، ما اللي حد لها ما ومع الكسابه تا هما كاين دوك الشناقه، دوك الشناقه تياخذوا من عند المويل الكميات وتيبداو يخربقوا في السوق هنا. هذا هو هذا هو الغلط اللي مرتكبينه هنا في السوق. واه خويا كاين مليح وكاين ثمن، والله السوق كاين وكاين مليح وكاين ثمن الحمد لله. خديته ب 30000، السوق طالع اخويا، والله انا بزز باش خليها ب 30000. راه مليح تبارك الله، مليح الخير تبارك الله. السوق مناسب، الثمن مناسب، متناول الدم، كلشي عايد، كذب عليك كذاب. انا هضر في الواقع ما نافقوش، 60 50 كلشي ياخذ. لا السوق هنا قاصح بزاف وطالع بزاف، والضعيف هنا راه ما يشريش، فهمتيني؟ مسألة السوق هنايا شنو نقول لك؟ مسألة صعيبة بزاف. بالنسبه للانسان ضعيف وما عندوش والدخل ديالو محدود ولا شي حاجه، ما يمكنش ليه انه يجي ياخذ في هذا السوق هذا. اسباب غلاء اثمنه الاضاحي هذه السنه يعزيه المواطن البيضاوي لتدخل الوسطاء او ما يعرف بالشناقه في عمليه البيع، مما ساهم في اكتواء المواطن البسيط بلهيب غلاء الاسعار. الناس هادو راه شنشطون، راه الشناقة زايدين الركلة تيجرو الحولية ياخدو ب 40 يقول 52. الناس هادو راه قتلونا هنايا، تيجيبو الحوالة تيجيبو رقيو قلت يقول لك 36 86 بزاف. هادشي هادا راه قهرونا، بغينا نشريو حولي لوليداتنا، ولينا تنخمو فينا منين غنشريو. حرنا الله يتابع دانا، حرت عندي 40000 وباغي نشري حولي وما لاقيش، مشيش غنشري ب 40000. الحول موجود، اثمنه مناسبه، وكاين شنو مخسر السوق؟ اما الشناقه، اما الشناقه كيشري بثمن كيبيع بها بثمن اخر، اما الخير موجود ولا موجود. الشناقه هما اللي مكرفسين السوق، مكرفسين الدروج حق والو. الشناقه هما اللي خارجين على السوق، اما الخير موجود بجول فايد كاع. تقريبا اخويا البارح خرجت شي 4000 حولي ولا 3000، كاين اللي خدا بالغلا صيدو، وكاين اللي واخد بالثمن حولي حريفي راه خداه ب 3000 3000، كاين اللي واخدو ب 3000 هو راه ديال 30000. واش فهمتيني اش بغيت نشرح لك اخويا؟ موجودين الشناقه كياخذوا ب 60 كياخذوا ب 50 كيبيعوا ب 70 80، هما اللي مهرسين السوق اخويا. اخويا لا اله محمد رسول الله، هذا السوق هذا الناس ما عندهاش، مستحيل واش واحد يعيش، ما كيديروش مزيان. عباد الله الثمن غالي بزاف، البارح الثمن غالي اليوم غالي، الله يدير لهم الشر والخير، الناس ما عندهم شو. فيما يبرر الكسابة من جهتهم هذه الأثمنة المرتفعة إلى الرسوم المفروضة عليهم من لدن المسؤولين عن السوق، إضافة إلى كلفة تربية وتسمين هذه الأضاحية. الملح كاين، السمين كاين، والثمن كاين، وين الصنك شويه غالي هنا، طحنونا بالصنك. وين الملح كاين، البهيم مليحه وكلشي كاين، كاين البهيم مليحه وكاين البهيم ناقصه وكاين البهيم زينه وكلشي زين الحمد لله. الصنك ديال الباب اللي كتدخل منه، اللي كندخل منه اه هي اللي غاليه فيه البهيم باش طلع البهيم. بحال البيكوبات صغيره 20000 هذه 24 20، لا حشم منك 18000، غاليه شويه الصنك. الناس المسؤولة على السوق خاصة تبالي بالصنك، كاين شوية ديال الدراري تما دوك الناس شوية مقادين، تلقوا عليك الدراري الصباح تخرج تدخل بالفلوس، في العشية تخرج ثاني بالفلوس. مهما ديماري طوبول يكون عندك راه 400 راه 1000 فرنك بزاف، والصنك مع الصباح ثاني تخلص 20000 24000. هذا اللي ما نقول لهم صافي الله يصاوب. المليح تمام 74 75 والعيرة شوية ب 60 66 وهالشريكين هذا مصاب متشبانق ايوا اللي بحقه ولا غير شويه وصافي كله ياخذ له قدو وهالشريكين. ها
ولكن بالرغم من كل هذه الإكراهات والمشاكل يبقى المواطن حريصا على إحياء هذه المناسبة الدينية الكبيرة والتي تحمل الكثير من العبر والدلالات العظيمة.